يعني عمره لا
كان يتجاوز 130 سنة تقريبا، وكان طبعا في الفضل فيه وجوده تقويته، كان فيه علامات كتير وباحثين كتير، ولكن فيه ترتيب رقم التلاميذين لنشر هذا العلم، فلقينا فيه وجوده، ولقينا فيه سلسلة الكوبري وجوهر، دول الثلاثة اللي اختاروا طبعا احنا بنسمي احنا بنقول بين الظهور الكلام بالظبط هو الروزو، لكن هما الثلاثة دول طبعا كان لهم الفضل في نشر هذا العلم بتقويته، وكانوا سبب ان احنا نسميه النهارده علم، لان مش اي حاجة نقدر نقول عليها دي. ده بالنسبة للنشأة. بالنسبة للتعريف طبعا لقينا انه الفقه المصري زي الفقه الأجنبي، مش عايزين 30 ورقة، عايزين ورقة واحدة بس. في ليك في ورقة أربعة كده؟ تقول هي دي بس؟ لا تلاتة. شفت ورقة؟ أنا عايز واحدة بس. تمام أستاذ؟ لا ما هو في واحد جاي من ورقة، مش عايز 30 ورقة. خلاص هنخلي الجنب ده ورقة مثلا، انتوا كملوا كده، والجنب ده كله ورقة واحدة. عشان ما بقاش فيه تكرار، لأن ده بياخد مجهود بتاعك بعد. فالفقه المصري شكله شكل من الفقه الأجنبي، كان له وجهة نظر في تعليم علم الإبرام، والبعض طبعاً تعرضوا لتعليم واسع، والبعض عرضوا لتعليم طريق، كان من التعليمات الموسعة. أستاذنا الدكتور عصام الإمام الله يرحمه، وهو المفضل في الفقهاء القانون من وجهة نظر الشخصية، يعني المفضل في الفقهاء القانون اللي كتبوا في علم الإكرام، كان صاحب فكر مختلف متميز، يعني مش ديانة النظريات، لا هو كان صاحب نظريات الله يرحمه، كان ليه نظرياته ليه وجهات نظر اللي دايما تلاقيها ايه حتى لما تختلف معاها بس تلاقيها لها الدنيا، يعني لها وجاهتها، تقراها انت بالكامل تختلف معاها وتنتقدها لكن تحترمها وتحبها، وتلاقي فيها ايه؟ متوسع فكرك انت وتوجه انتباهك لنقطه ثانيه. تمام؟ كان الدكتور سليمان بيرى انه علم الجنون علم جامع، ودايما اللي بيحب حاجه بيكون ايه منحاز ليها شويه، واللي بيبقى شاطر في حاجه بس ايه منحاز ليها شويه. تمام؟ فالدكتور رمسيس كان شايف ان علم الاجرام ده علم جديد بيدخل تحته في اطار علوم اخرى تسليمه، لدرجه انه طبعا كانوا يدخلوا قانون العقوبات في والجزاك الاجتماعي بصفه عامه، وعلم الوقايه من الاجرام، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم النيورولوجي كريمنال اللي هنتكلم عنها دلوقتي، وكانوا بيدخلوا علوم اخرى كثيره جدا، دي فروع، وعلم العقاب طبعا دي كلها فروع متتابعه من الاجرام. الآراء المغيرة من هذا العلم تقول لك هو علم الإجرام محدود بغرض محدد، لازم ما نخرجوش من الطاقة المحدد، مش لازم نخرجه عن هذا الإطار. العلم الاجتماعي الجنائي ده علم قائم ومستقل بذاته. تمام؟ العلم العقاب ده علم قائم ومستقل بذاته. وبعدين أصلا قانون العقوبات أو الجزاء الجنائي قديم أقدم من مين؟ من علم الإجرام نفسه. من عمر الإجرام 130 سنة، طب ازاي بقى إن هو الحديث ينفع للابن يجي قبل الأم؟ ولا دايما الأم بتكون قبل الابن؟ الأم الأول، فما ينفعش إن أنت تيجي تقول الابن ده أكبر في السن من الماما، مستحيل يعني. تمام؟ والأولاد كلهم يتبعوا الأم، بس هي مش بالضرورة إن هي تدفع ليهم. وطبعا قال لك إن الجزاك ده فعلا نساعد مكان الجريمه موجوده، واحنا الجزاء الجنائي موجود. العقاب الاول كان عقاب ديني ايا كان الديانه او المعتقد الديني، لان الجريمه كان لها مفهوم مختلف، كانت جريمه دينيه
حسب ما حصل جريمة ايه؟ جريمة دي قبل القانون وقبل الدولة وقبل النظام وقبل المجتمع الحديث ولا حتى المجتمع القديم المجتمع القروي او القبلي لا كان فيه ايه كانت دي جريمة دينية حتى لغير المتدينين لأن الأديان السماوية الثلاثة اللي احنا بنعترف بيها حتى غير المتدينين اللي هم كانوا بيعبدوا الأصنام كانت الجريمة تشكل جريمة ايه؟ دينية ليه؟ لأنها بتمثل انتهاك لرب الآلهة فأنت كده ارتكبت جريمة ضد الآلهة لذلك كانت الحكومة بتوقع باسم الآلهة وكان العفو يجي من مين؟ من الآلهة عن طريق مين؟ كهنة الآلهة يبقى كده في الجزاء الجنائي قديم ولا مش قديم؟ قديم لكن علم الإجرام حديث فهو لازم يكون في ارتباط بتاعه النقاط بتاعه نحطه في مكان التصحيح وفي مكان الصحيح وهذا لا يعد ايه تقليلا من شأنه مش بالضروره ان ده يعني ان احنا بنقلل منه مش لما يكون ده علم كبير وبياخد تحته فروع وعلوم كثيره معناه انه حاجه عظيمه لا ما نخليه في النقاط بتاعه طب ما هو النقاط بتاعه؟ هل هو دراسه الصادره الدوليه؟ الصادرة الإجرامية تقوم على عنصرين أساسيين هو الجريمة والإيه؟ والموجب، الجريمة والموجب. الجريمة بأنهي مفهوم؟ الجريمة بمفهومها القانوني وبمفهومها الأخلاقي وبمفهومها الاجتماعي وبمفهومها الديني أنهي مفهوم؟ الجريمة تعريفات لها مفاهيم مختلفة وكثيرة. ما هوش موضوعنا مش موجودة في التقسيم التفصيلي مش ما هوش داخل في نطاق دراستنا بس احنا عارفين ان لازم نبقى عارفين ان هناك مفاهيم مختلفة لايه؟ للجريمة، الجريمة من الناحية القانونية لشيء ومن الناحية الأخلاقية لشيء آخر ومن الناحية الاجتماعية لشيء ثالث ومن الناحية الدينية لإيه؟ شيء رابع تمام؟ ومش بالضرورة أن هناك اتفاق على مفهوم الجريمة في كل هذه المكان ممكن على فكرة نلاقي إجماع على جريمة معينة أو عدة جرائم لكن مش كل الجرائم نلاقي فيه اتفاق في المفاهيم عليها يعني بمعنى آخر إن هناك جرائم باختلاف المكان واختلاف الزمان أو اختلاف الأشخاص اختلاف المخاطب فيها تمام؟ نلاقيها جريمة نروح أمريكا نلاقيها جريمة نيجي مصر نلاقيها جريمة نروح فرنسا نلاقيها جريمة تمام؟ مصر أيام الفرحنا هي جريمة والنهاردة 2017 برضه إيه؟ جريمة يبقى ما بتختلفش من الناحية الدينية جريمة يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى ومن الناحية الاجتماعية منقودة من المجتمع ومن الناحية القانونية يعاقب عليها الايه؟ القانون يبقى احنا كده متفقين على نبتدي نسميها ايه بقى؟ الجرائم الطبيعية دي مجموعة من الجرائم الطبيعية سميناها طبيعية ايه؟ ها؟ مش محتاجة دولة مش محتاجة قانون مش محتاجة مجلس نواب مش محتاجة حد يجي يقول لي دي جريمة ودي مش جريمة لا احنا متفقين على ان القتل ايه؟ جريمة هات لي كده تشريع او ديانة بتسمح للقتل مش هتلاقي هات لي مجتمع بيرى في القتل شيء كويس وده كان خلانا اتكلمنا في خلينا نتكلم في مسائل خبرة فيها اللي هو ايه جريمة القتل امتى تكون جريمة القتل مقبولة لان احنا لقينا دلوقتي واحد ممكن يرد عليا ويقول ايه لا طب انت بتقول هو في اجماع ان جريمة القتل مقبولة لا في بعض الدول بتقبلها من ناحية الشكل والمضمون ومن ناحية المجتمع والقانون يعني قدام القانون الدولي يبيح القتل والمجتمع لا يعطي هذه الجريمة أنها جريمة ويعتقدون أنه إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أو أي كان ربهم راضي عن هذه الجريمة
اللي هو بيتعلق بمجرد ايه؟ القتل الرحيم او القتل ايه؟ الشفاء. لا هو مش هاته، هاته ولا مش هاته؟ تمام؟ هناك بعض المجتمعات احنا بينا كده وبين نفسنا ممكن تلاقي فيها ناس دلوقتي لو عملنا التصفيق وقلنا ان انت لو جيت حد قريبك مريض بمرض عضال لا علاج منه تمام ويقاس عليه قوي وكل الدكاتره قالوا ان مفيش فايده وهيموت طبعا الحاجات دي بتاعت ربنا بس العلم اصبح فيه رقم يعني زي الناس اللي هي عندها كانسر في مرحله متاخره مثلا يعني في الدكاتره بيبقوا عارفين رغم ان احنا ما بنقبلش كده بس يقول لك ايه لو عمل بيت لو عمل بيت يعني ايه؟ يعني يعني ده انا شخصيا حصل معايا موقف رايح اصور واحد قريب منها في العنايه المركزه فانا داخل الناس بيزوروا بيقولوا لي اتفضل يا دكتور الدكتور اللي جوه فكر ان انا دكتور باشا فايه؟ بس انا بقول له الحقيقه ايه؟ هو فاهم بقى ان انا هفهم اللي هو هيقول يعني ف خدنا عجبني وقال لي ازاي انا هنفعل المصري؟ ها؟ انا ده عمري في التزوير
خدت في التزوير براءه. ينفع يحسبوا انت والقرآن ليه؟ لان بتستمد اجرامك من الفاعل الاصلي، وهذه هي قاعده الخير ايه؟ اللي احنا ماشيين عليها. يبقى ازاي ان انا اعاقب واحد ها؟ شريك في ايه؟ في جريمه فاعلها الاصلي ده طبعا. الشريك هو الاساس فكره الانتحار، هو الاصل فكره المقارنه. بس طيب انا هستخدم برضه ايه؟ الجريمه نفسها هتصدق بالايه؟ بالمبدا الاصلي. الجريمه هنا مش بتنتهي حق المرتكب الانتحار، هي موجوده بس هو عنده مانع عقاب مثلا. ايه مانع عقاب؟ طيب ثواني، احنا خدنا مانع عقاب ايه؟ مانع عقاب ايه؟ والسكر الاضطراري وحالة الضرورة، هم أربعة صح؟ والإجبار معناه ده على سبيل الحصر، وفي المادة 61 في مصر، القانون الوطني لمصر، ما فهموش حاجة الإجبار. طب تبصوا فيها بقى كده وإيه؟ لا يعني مجرد بس عشان تنتهوا بقى بصوا. طب أبص أنت بس. أنا كنت بتحرر تطبي بعقوبة شريك شريك الجريمة بس فيها أصل فيه. في إيه بقى؟ الجريمة الانتحار. إزاي؟ فعل اصلي ازاي؟ قال لي والنبي قال لي مسدس عشان اقتل نفسي بيه اقتله المسدس. انا كده فعل اصلي؟ خلينا بقى فالجريمه احيانا يمكن ان تكون مقبوله من المجتمع، صح؟ جريمه القتل اللي هي جريمه قضائيه زي في القتل ايه؟ مش اخر ولقينا حكمتك قبل القانون بعد ما طبقت من غير قانون لمده 20 سنه القتل الرحيم. المحاكم كانت بتطبقه الراجل يتعرض عليه ويروح يتحاكم وفي الاخر ايه؟ ياخد براءه. ليه كان بيروح يتحاكم وكل مره نفس السيناريو؟ لانه منصوص على انه ايه؟ جريمه القانون. لكن جرى العرف القضائي على ان الناس بتاخد ايه؟ براءه. نتيجه لايه؟ نتيجه لضغط من المجتمع. هم شايفين المجتمع مش عايز الست دي واللي قتلت ابنها ها؟ اللي فصلت عنه الكهرباء او اللي هي عطوه كل الهوى او اللي هي توسلت الممرضه او الطبيب اللي بيعالجه ان انت تزود له ورق النورفين عشان بيتالم ابنها الوحيد عشان بيتالم. المجتمع شايف ان الست ديت ايه؟ لا تمام. يبقى الجريمه ممكن ان تكون مقبوله في بعض الحالات استثنائيه. وما ايه؟ وانا شايف ان ده لما تبقى كده اشتغل قاتل اشتغل يبقى يخرج عن نطاق الجريمه الايه؟ الطبيعيه. ما هو في الاثبات ده ما حدش كان في الاثبات خالص. الاثبات احنا عارفين الجنايه ايه؟ الاثبات قواعد مسائل ماديه بتثبتيها بكافه طرق الاثبات. واذا ما قدرتيش طب تقولي لي ما اقدرش طب هياخد راسي. ما هو كده. ما عنديش ادله، ما عنديش كفايه ادله، يبقى انا ايه؟ براءة على طول. زي ما بيحصل معانا في قضايا المخدرات مثلا. ليه قضايا المخدرات مثلا براءة فيه؟ لا خطر في جرامة. بنقوم ماسكينهم بقد كده بانجو وقد كده حشيش وقد كده كذا ونصادر الحاجة وهم ياخدوا براءة. الإثبات شيء يا جماعة والقاعدة الموضوعية ايه؟ شيء آخر. تمام؟ وأنا دايما مش لازم أربط ذهني بكيفية الإثبات. الاثبات دي مساله ماديه ما هياش مساله ايه؟ قانونيه. ما هياش مساله ايه؟ قانونيه. تمام؟ وهناك جهه مكلفه ذات اللي هي مين؟ النيابه العامه. هي اللي جمعت الادله ومساعده الشرطه وهي بناء على عملها الشخص ياخد ادانه او ياخد بره. ولذلك المشارع جهه لما يكون المتهم غير معلوم بنعمل ايه؟ تقدر النيابه تحيل قضيه للمحكمه بدون متهم تكلم الشرطه بالبحث والتحري وتحفظها. اذا كانت حقها فيها يبقى ايه؟ بقى لو اذا كانت لسه ما حققتش فيها يبقى ايه؟ امر تمام؟ يبقى ايه؟ مساله الاثبات بتظهر في الحالات دي. يبقى الجريمه التي يهتم بها علم الجرائم هي الجريمه المفهوم ايه؟
القانوني. والجريمة بالمفهوم القانوني تختلف عن الجريمة بالمفاهيم الأخرى، سواء كانت كان مفهوم اجتماعي أو أخلاقي أو إيه أو ديني. طب هي إيه بالمفهوم القانوني؟ إحنا دايما إحنا الجريمة لما بنقول جريمة إحنا عندنا يعني مهتمين بالقانون بنقصد إيه؟ الجريمة بالمفهوم إيه؟ القانوني، صح؟ مفهوم الجريمة معروف مقصود الجريمة هو مفهوم واحد بس هو إيه؟ المفهوم إيه؟ المفهوم القانوني، تمام؟ ليه؟ لأن أنا ماشي مبدا إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا النص القانوني، فلازم هو سلوك مخالف للعادات وتقاليد المجتمع بيشكل إجرام عشان كده بيكون معاقب عليه. تمام. عشان كده المشرح تدخل وإيه؟ وضع نصوص قانونية. وارتقى بهذه الفكرة إلى مرتبة الإيه؟ إلى مرتبة القانون. وحددني الجريمة وحددني العقوبة. وجيت قانون الإجراءات الجنائية ورسم لي الخريطة أمشي إزاي من الجريمة لإيه؟ العقوبة. وحتى بعد العقوبة إزاي أنا بنفذ هذه دي الجريمة. طبعًا إحنا بنقول فعل أو بنقول سلوك، بس خلي بالك السلوك مش لازم دايمًا هو بنقول فعل معناها إيه؟ فعل إيجابي، بس بالضرورة لما يكون الجريمة الأولى تبقى فعل إيه؟ اللي هي لابد ان يمكن ان تكون على فكره بايه؟ من سلوك سلبي او مجرد بايه؟ علم الجنة. يبقى هو لو حبينا نعرفها هنقول ايه؟ سلوك سواء كان ايجابيا او سلبيا بيبرم القانون. يبرم ليه بقى؟ لانه بينتهي النظام العام السائد في المجتمع. طب ده بالنسبة للجريمة بالمفهوم القانوني. يبقى علم الإجرام بيهتم بالجريمة بمفهومها القانوني، ويهتم أيضاً بمرتكب الجريمة اللي هو المجرم. طيب أنهي مجرم بقى؟ مع المجرم كمان له مفاهيم مختلفة. مين هو المجرم؟ نقدر نقول على مين مجرم؟ مين نقدر نقول على مين؟ يبقى احنا عشان نقول على شخص مجرم اعمالا لمبدا او القاعده اللي بتقول المتهم بايه حتى تثبت ادانته، يبقى انا ما اقدرش اقول عليه مجرم غير ايه؟ لما يصدر عليه الحكم ايه؟ نهائي بقى. نهائي بقى. نهائي بات. نهائي ولا بات؟ نهائي بات. نهائي بات. طب لو بيقول طب لو عايش ثانية واحدة بس اللي بيقول نهائي ينفع ايه؟ لا هتشوف دلوقتي ان في فرق، انت مفترض ان في فرق. في فرق. طيب ماشي، انت بقى شايف ايه؟ النهائي ولا نهائي؟ انا ما بقولكش عرفوني، المجرم نقول عليه مجرم انت. طب نهائي ولا نهائي؟ طب اللي بيقول اتنين بقى؟ يعني كل حاجة كل مصطلح انتوا ربعتوا في دي. مين بقى هيقول لنا الفرق بين ده وده؟ حكم النهائي والحكم الجاي. اتفضل. الحكم النهائي هو سبب الصدور القانوني عليه. هو ايه؟ طب احنا عندنا في الجنائي انهي احكام بنقول عليها نهائيه؟
قبل الاستلام. قبل الاستلام. حكم محكمة الجنايات أو حكم في البنك محكمة استهلاك. بنعمل إيه؟ السيبه لازم تكمل او حق او لا يقدر يدفعني عليه اصلا او حق الصادر محكمة الجنايات او حق او لا يقدر بالظبط حكم المحكمة الجنايات الثانية والحكم النهائي برضه تمام الحكم النهائي هو الحكم الذي استنفذ طرق القانون العادية تمام طب الحكم اللي بقى هو الذي استنفذ بالعادية والغير طب ممكن بقى نشوفهم الأصل يا جماعة إن طرق الطعن غير العادية دي ما هيش طرق الطعن إحنا بنسميها تجاوزا صح طعن هو طعن إيه؟ مش هو ظلم؟ نعم بتظلم من الحكم أو قرار أو من وجهة تاني بوزين صلوا القرار اللي هو ايه افضله للمحكمة لكي اعلى تراقبه في عمله صح؟ قال المحكمة النص دور مش كده هو دور محكمة النص كده؟ عارف ولذلك هي محكمة القانون وليس محكمة ايه؟ الوفاق ما هيش محكمة ايه؟ موضوع وبناء عليه انا هقدر اقول على الشخص مجرم محكوم عليه بمجرد حضور الحكم ايه؟ النهائي مش لازم يكون بارد مش بالضروره يكون بارد ده هي مساله قانون هي مساله ايه؟ قانون طعن في محكمه النقد هي مساله قانون والهدف من انشاء محكمه النقد هو ايه؟ الله ينور عليك هو ايه؟ توحيد الوحده في تطبيق القانون عشان ما يكونش عندي ايه؟ وكمان لا طبعا لا اقدر في ثانيه يعني بس ده عندي برضه مش ان انا كمان ايه؟ ان انا اتبنى مبادئ قانونيه جديده او يتم العثور على مبادئ قانونيه قد تتبع من قبل. ارسي قواعد او اصرف النظر عن ايه؟ عن قواعد. لذلك احنا عندنا دائرتين كل دائره 11 قاضي المدني وفي الجنائي لما نيجي نعدوا عن مسلك سابق حاجه بقى لنا 50 سنه ماشيين عليها نيجي نعديها كده بسرعه لا يبقى لازم ايه؟ نجيب 11 طبعا من شيوخ الايه؟ القضاء ناس يعني عندها طبعا نظام الاساتذه وبنشوفوا بعض الاحكام القرانيه ان ايه؟ ان انت مهما بلغت من العلم ومن السن ان انت لسه برضه تلميذ وتتعلم. زي بس للاسف الاحكام بقت ناديه دلوقتي خالص يعني. في احكام بقى دلوقتي مش عايز تكملها. يعني اول سطرين كده كنت بس بتاع الدكتور مناني خارج تمام؟ بس في احكام زي ايه يا جماعه؟ الاحكام القديمه انت عارفين قضيه البلاغه او البلاغه ان هي محكمه النقد ارسل فيها مبدا ايه؟ مبدا قانوني جديد قال فيه ان سبق الاصرار لابد فيه من ايه؟ من عنصر نفسي الى جانب عنصر ايه؟ بالزمن ويا سلام على تحكم هاتوه كل اساتذه القانون بص لانه ايه؟ لانه لغه عربيه اصح علم قانون يعني تتعلم منه الاربع حاجات كده ايه وانت بتقراه وارسل مبدا جديد وخلف اللي احنا اللي كل الفضاء كانوا ماشيين عليه ان انا سبب الاصرار المشرع بيعرف ده في نص قانون بيقول لي سبب الاصرار ان انا ابدا افكر في الجريمه من قبلها بمده جاب لي عنصر زمني واحد بس جه المشرع وان انا فكرت ماشي بس جت محكمة النقد قالت لك لا مش أي تفكير حتى لو قبلها سنة بفكر في الجريمة بقالي سنة ممكن ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش سبق إصرار تمام؟ ارجعوا للحكم بقى وشوفوا إيه؟ براعة الإيه؟ القضاء على الحكم اللي كان في الستينيات إيه؟ وخلانا دلوقتي كل القضاء القانون لما يجي يتكلم
بيتكلم عن سبب الصغير يقول لك ايه؟ واحد على العنصر الزمني، اثنين على العنصر المسلي. كان زمان العنصر الزمني بعد حكم محكمة النهضة، وفي احكام تانية كتير. ان جت محكمة النهضة مرة وقالت لك ايه؟ احنا لو احنا مجموعة اصحاب كده روح نسافر. طب انا هتساوي نظمت الادوار بين زين قال انا هكسر الخزن وفضل قال انا هخدكم من الباب من الرئيس وعمر قال لهم لا ليا في كسر ولا ليا في انا هقول لك على هذه الجنه قال لهم لو صحيح الشعب تهاب الطريق كذلك مثال اخر الناس اللي بتمر على البيوت وتخبط على البيوت عشان تجيب لك حاجات في البيت برضه كمان عايزين نستعمل لو واحده صينيه ولعناها مدوره شويه ها عشان تبان انها صينيه ومدوره شنطه وتدخلي وكده ايه جمعين الستات دخل يا انا معايا حاجات الله بكذا وكذا وكذا وانا حاجات جميله وعيله قالت لها لا بس بص بقى لميني صاحباتي جيراني عشان ايه ما اقعدش كل شويه افتح شنطتي واقفلها وبتاع عشان كمل الديانه حطت الشهره كلها وجم طبعا الاولاد في المدارس او الاباء في الشغل والستات اللي موجوده ايه بيتفرجوا على كده وبقت الشهره ايه خاليه على عروشها هم اللي هم الشركاء بتوع عملوا ايه دخلوا الشهره سابوا دور الست اللي هي تدينا الحاجات دي هي دورها دورها ايه؟ ولا شريك؟ شريك شريك ها؟ طب خلاص الراجل اللي قاعد في الشارع رابيط المكان فاعل بصري ها؟ فهي بقى انا كنت هحتاج شريك او كنت فاعل بصري اللي تنفع الوظيفي فاعل بصري هو حسب القاعده العامه والاصليه هو ايه؟ شريك صح ولا لا؟ مش انت بتقول لي ان المساهمه الجنائيه بايه؟ هي تحريض اشتراك يا مساعده في الاصل. يعني هم دول الثلاث صور عندنا صوره رابعه؟ في صوره تمام؟ يبقى ده لما نيجي نطبق هنلاقي ايه؟ ديت في اتفاق مثلا او في مساعده مش مديهم معلومات ماسك الموبايل يقول له ايه خلي بالك الفلوس جاي. البلد ده فيه مول الشحن اللي فوقه ده تعمل كده تمام البلد ده فيه وبابيته بسحبه ولا مش بسحبه بسحبه يبقى ايه كل اللي هو قام بيه يعتبر دور ايه مساهمه تبعيه وليس تبعيه ايه تصريح لكن جت محكمه النقد ولقت ان ده دور ايه مهم جدا ولعب الدور بتاعه على مسرح الجريمة وإن كان طبعا كلمة مسرح الجريمة تستحق منكم البحث مثلا إيه هو مسرح الجريمة لأن مسرح الجريمة المحكمة النقد مصرة إن مسرح الجريمة محدد بمكان معين ومعادش بقى دلوقتي زي إيه زي ما ترفض مثلا المحاكم ترفض الصور اللي انت جايبها من على الواتساب ولا الصور اللي انت جايبها من على الفيسبوك ولا الصور اللي انت جايبها في جرائم في الاثبات وفي جرائم التزوير تمام؟ فلا مسرح كريم اصبح مكتسب اصبح مكتسب انا ممكن اكون في محافظه وانت في محافظه ونعتبر ده مسرح للتاني المهم الدور اللي انا تمام؟ طيب فكان محمد النهضه قالت لك ليس شريكا بالمساعده رغم ان كل القضايا بتاعتنا بنجرب نعتبره ايه؟ شريك بالمساعده والاتفاق او احدهم جت قالت لك لا ده كان ليه دور تدخل ايجابيا بارادته في فعل يشكل جزء لا يتجزا من الركن المادي للجريمه وكان له تواجد على مسرح الجريمه يبقى ده لا يعد شريكا بالاتفاق او المساعده وان انا يعد ايه؟ داعيا تصريحا. يبقى العلم الدبلومي
اهتم بهذا المفهوم القانوني للجريمه، واهتم بالمفهوم القانوني للمجرم اللي هو صدر عليه حكم ايه؟ حكم نهائي. بس لو قصرنا ده المفهوم القانوني للمجرم وقصرنا علم الاجرام اطار بحثه على المجرم بهذا المفهوم يبقى ضيقنا قوي من ايه؟ من نطاق القصاص. ليه؟ لأن هناك مجرم ارتكب جريمة ولم يتم القبض عليه، صح؟ وهناك مجرم قبض عليه بس ما قدرناش نثبت عليه ايه؟ التهمة والاعتراف. وهناك جريمة اتوجدت ولم يعلم بها المجتمع أصلا. بس في جميع الأحوال الشخص مجرم ولا مش مجرم؟ في نظر علم الإجرام اه مجرم. وهو هنا بيتفق كل نظر علم الإجرام مع نظرة المجتمع ومع النظرة الأخلاقية. الجريمة ما زالت جريمة، لكن من وجهة نظر القانون ما هيش ايه؟ ما هيش مقدرة. زي مثلا ما احنا نجيبه الشرطة تجيبنا واحد في النيابة وتقول لك ده كان في حالة تلبس، وتيجي النيابة تلاقي ايه؟ أحوال التلبس لا تنطبق عليها فتعمل ايه؟ تطلب الصراحة. يبقى موضوع لكن انا بجيب نص المادة 30 واشوف هل احدى الحالات الاربعه موجوده او الحالات التي تتفرع منها، فانا ما لقيتش حاله من الحالات لا تنطبق معايا حتى لو كان شغل الظابط واقعيا صح والراجل فعلا كان معاه مخدرات، بس اللي جابهولي كعضو نيابه لا يسمح لي ان انا اطبق عليه حاجه، يبقى قبض بدون وجه حق يبقى ما ادريش ان انا ايه؟ اطلب صلاح. طبعا علم الاجرام وسع من نطاق ايه؟ مفهوم ايه؟ المجرم ليشمل الحالات دي. الشخص اللي قبض عليه ولا ما قبضش عليه؟ اللي حكم عليه ولا ما حكمش عليه؟ اللي ضبطنا الجريمه بتاعته اللي ارتكبها واللي ما ضبطناهوش. كذلك بعض الفقه رفض قسم المجرمين الى نوعين، مجرمين اسوياء ومجرمين غير اسوياء، وجه قال لي المجرمين الاسوياء هم بس اللي يدخلوا في نطاق علم الاجرام، هو دول اللي بيبحثوا. طب ليه المجرمين غير الاسوياء؟ قال لك لسبب بسيط جدا. المجرم غير السوي احنا عارفين سبب ارتكاب الجريمه. ايه هو سبب ارتكاب الجريمة؟ انه غير سوي. وبناء عليه اتعب نفسي معاه ليه؟ هو مش علم الاجرام بيدرس عشان يعرف الاسباب والعوامل التي ادت الى الاجرام؟ طب اذا لم كنت انا عارف الاسباب مسبقا يبقى مفيش داعي ان انا ادخل في نطاق الدراسه. طبعا غالبيه الفقه طرفوا هذه الوجهه وقال لك المجرم السوي والمجرم غير السوي بيدخلوا في نطاق ايه؟ دراسة نظام المنطقة. وده لعدة أسباب. أول حاجة قال لك إن معيار التصنيف المالية طبعا ده سؤال أنا جبت صح وغلط أهو هجيب لك أول سؤال. يجب ان تقتصر الدراسات الاجراميه على المجرمين الاسوياء فقط. وطبعا للاسف انا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ما اندهش ان نسبه اللي جاوب عليه يعني لا تخط الاجابه النموذجيه. تقتصر دراسه علم الاجرام او يجب ان تقتصر الدراسات الاجراميه على المجرمين الاسوياء فقط. صح ولا غلط؟ غلط. خطا. بس بقى ايه الدراسه الشامله على الاسئله الاجابه على السؤال ما كانتش موجوده الحقيقه. لان معظمها كانت اجابه من المعلومات العامه وفي بعض واحد خالص وفي بعض قال اه صح خالص ده ما كانش موجود خالص.
يعني اللي كان بيحضر من المعلمين اللي خدهم في المحرم قال لا قال الاجابه دي غلط والصح كذا، بس لانه مش مذاكر من الكتاب او كان جاي مذكره ما الدنيا ما مشيتش معاه ما خدش الدرجه بتاعته. طبعا الغالبيه قال لك ان هو بيتنازل هو انا السبب بسيط ان انا ما اعرفش اميز، ما عنديش معيار دقيق للتمييز ما بين ايه؟ ما بين السبب والسبب. ده احنا القانون الاول لما جه يتعدل من اخر المرض كنا بنسميه لما كنا بنيجي نتكلم عن موانع المسؤوليه كنا بنقول ايه؟ الظنون وعين العقل. كمان من موانع المسؤوليه دي هو القانون اللي سماها ايه؟ الخلل العقلي للناس. دي عايز الراجل يوسع لنا، عايز يقول لك بس الظنون وعين العقل معناها ايه؟ يوسع اولا على العقل فقط، والجنون هو بيقول لك صراحه وبيقول لك ما معناها ايه؟ الجنون او حاجه مشابهه للجنون. تمام؟ فهو جه قال لنا انا هوسع من الخطر النفسي والحاله النفسيه والاستعانة النفسي يمكن ان يكون له تاثير على كل الانسان في ايه؟ في التفكير واتخاذ القرار، وتؤثر على قدرته الطبيعيه في ايه؟ في الادراك والتمييز. يعني هو نفس الشخص بنفس العقل بيختلف من يوم لاخر، بيختلف من ظرف لاخر. فانا لما عرضت لظروف وتلاقي واحد صديق عندك مستقبل ومحترم جدا ومعاش وانت بقالك 20 سنه ما تجيش بعد يوم، لكن ممكن تشوفه حاضر ها تبص تلاقي انسان تاني، فكنت كله ده كان حتى تاني انا ما عرفتهاش. ليه؟ لان هو وضع تحت ضغط نفسي لم يتعرض له من قبل. فالمشرع جه قال لك ايه بقى؟ انا حرام موضوع الايه؟ الحاله النفسيه، لدرجه انه يعتبرها اثرت على قدرته على الادراك والتمييز. والدليل على كده ان جه المشرع في الاعذار القانونيه المخففه وجه يتكلم عن حاله الزوج الذي هو وقال الحاله النفسيه اللي هو كان فيها تستوعب مننا ايه؟ مش طبعا احنا عشان الناس برضه ما تعرفش احنا ساعات بنشرح حاله المحرم، بس على فكره مش بالضروره ان ده ما يجيش منه حاجه من المحرم. يعني والدليل على كده ان احنا جبنا من المحاضره لازم يبقى فيه سؤال يتميز فيه الطالب اللي هو مش بقى هو الثاني من راح فيه احنا شافه وياخد حقه كل حاجه وعنده بقيه الحق كله يجاوب اذا كان مرتبط بالكتاب، اما موضوع المذكره والكلام ده فانت ليه تتحمل مسؤوليه الامن المشي. يبقى ده اول سبب. السبب الثاني قال لي ان هو معنى ان الحكم غير الزاوي ما دخلوش الدراسه معناها ايه؟ ان كل غير الاسباب اللي ارتكبت جرائم والمطلوب بقى العكس صحيح، ان الاسوياء ما بيرتكبوش ايه؟ جرائم، وده يخالف ويجابي الحقيقه ولا لا؟ مش كل الناس المرضى بيرتكبوا جرائم ومش كل الناس الاسوياء ما بيرتكبوش جرائم، بل العكس يكاد يكون صحيح ان احنا عندنا نسبه اجرام الاسوياء أكثر من نسبة إجرام غير الأسوياء. يعني مثلا جرائم النصب مفيش واحد غير سوي يمكن يتم النصب. ليه؟ لأنها محتاجة قدر من الذكاء والدهاء والوسائل الاحتيالية اللي بتساعده على إيه؟ على إنه يوهم الشخص اللي قدامه بحاجة مش موجودة أو حاجة تخالف الحقيقة. فده عايزة واحد تاني ذاكر النصاب دايما إيه؟ ذاكر اللي هي إيه؟ ذاكر منين؟ كذلك اذا كنا شايفين ان غير الاسوياء هي امراضهم هي الامراض اللي اصابتهم هي التي تدفعهم لارتكاب الجريمه، يبقى من الاولى ان انا ادرس هذه الامراض ها
عشان اعرف علاقه الجريمه بهذه الامراض. فلقيت بتطلع لي نتائج كأني الجرام بيقول لي الناس اللي بتصاب مثلا بالزهايمر، ها ما ممكن يكون مرض عضوي، الناس اللي عندها قولون عصبي، الناس اللي عندها امراض مزمنه بترتكب نوعيه معينه مثلا، اللي عنده القولون العصبي بيرتكب جرام السكر العصبي مثلا. يبقى انت هتوصل لي الى النتائج، تربط من خلالها توصل للنتائج ازاي؟ خلال الربط ما بين نوعيه المرض اللي بتعرض ليه غير السوي والجريمه او السلوك المنحرف اللي هو ايه؟ يرتكبه. يبقى انا لما اجي اقول لي بقى الاجابه صح ولا غلط، هتقول لي الاجابه غلط، والصحيح ان هو المجرم العلم الرب يتسال المجرم السوي والمستوي، وتقول لي ايه بقى؟ مش محتاج منك تحكي لي، ده انا قايل لك 10 سطور، حاجه ما لازم 10 سطور، وكنا متفقين ان هم 5 سطور بس. بس لقيت ايه؟ ما في ناس ما بتقدرش على نفسها، عايز ايه؟ لازم ايه؟ فجينا مخلينا 10 صفحات. طبعا في ناس كانت تكتب ان هم يكلموا الكلام ده بعد نشر صفحه واثنين وثلاثه، يعني ده مش معناه ان انت فاهم على فكره، ده معناه ان انت مش فاهم. خلاص واحد واحد تمام؟ اثنين مش كل الاسواق هي اللي مش كل مش كل غير الاسواق بتكتبه والاسواق بتكتبه. ان انا لازم ادرس الامراض دي عشان اربط ما بين العلاقه ما بين الجريمه وهكذا. مش لازم بقى تحكي قصه حياتك ده، غير بقى ان شاء الله اسحبوا التشاور معاكم حاضرين بقى حاجه جديده للامتحان. يعني ايه؟ اولا انا بقى كذا سنه بجيب امتحان نظري واحد اللي هو ثلاث اسئله اكتر اثنين، نظري مقالي ده بنسميه ايه؟ سؤال مقالي نظري. بعد كده قلنا ايه؟ واحد اجباري صح وغلط من 5 نقاط او 5 نقاط، واثنين اختار واحد مقالي. ان شاء الله السنه دي بقى هيبقوا ثلاثه ايه؟ انظمه. لو انتوا وافقتوا، مش موافقين مبدئيا. ايه النظام التالت؟ النظام التالت ان شاء الله هنعمله ايه؟ صح وغلط. صح وغلط؟ صح وغلط. بدون تعليق؟ مع الاحتفاظ بايه؟ بالسؤال المقالي والسؤال الصح والغلط. مع تعليق؟ مع التاني هيكون بقى ايه؟ صح وغلط بقى؟ ما تخافش ان الواحد في حد يا جماعه، لان في ناس كانت بتقعد معايا في الماده تاني. في ناس الوقت ما فاتكوش؟ لا ده كان ساعتين وتلت، ساعتين وربع اقصى حاجه يكفي معاك، ساعه الا ربع، ربع ساعه تقرا فيهم، ربع ساعه تراجع فيهم، ربع ساعه مش احنا ممكن ده كلام سابق الاوان عشان ما نرجعش في حضرتك، كلام سابق الاوان ونتكلم فيه بعدين. لو وافقتوا عليه مفيش مانع، يبقى هنجيبوا مثلا 3 اسئله صح وغلط، و 3 اسئله بيان صحيح من الخطا التعليل يعني، و لا عفوا هنجيبوا 3 صح وغلط مثلا، وثلاثة هجيب لك انا الاجابات، فضل الاجابات كده ها، وانت اختار الاجابه الصح. عايز اكتر من كده؟ اختياري يعني؟ والله اختياري صعب بصراحه. السؤال المقال هحتفظ لك بالسؤال المقال، واجيب لك سؤال عباره عن 3 نقاط مثلا، كل سؤال له 3 اجابات. وانت اختار الاجابه الصحيحه، ومش محتاج منك ان انت تكتب قررت الاجابه غير الحرف. السؤال الاول الف مثلا، السؤال الثاني ب، السؤال الثالث ب. تعال زي كاننا يعني انا لو كنت عايز من ابتدائي هيديك درجتك في ايه؟ صعب السؤال هو الاجباري والاختياري؟ نعم؟
تمام؟ والحاله الجنائيه بتاعته مليئه ما شاء الله،
فلا يأخذ القول ايه؟ الرافع. بس دي حالة ايه؟ حالة مرضية. فهنا إذا كانت هذه الحالة مرضية يبقى الراجل يستحق ايه؟ العلاج. يستحق ايه؟ العلاج. العلاج أكتر من الايه؟ من العقوبة. العلاج أكتر هو في حاجة لعلاجه والمجتمع في حاجة لعلاجه أكتر من ايه؟ عشان يبقى عندنا ايه؟ هيبقى الناس تمام؟ مش حبيب عالم
مش هجيب دكتور حكاشة مثلا ان لم يكن في مستشفى حكومي او جهه حكوميه مش هقدر. انت ممكن من احكام تستنين برجل على سبيل الايه؟ الاستشهاد. تمام؟ لكن لما هحاول رجل هحاول المستشفى. هتروح المستشفى الواضح هيجيب لك يقول الراجل ده في كام روايه العقليه وحالته ما قدرش ان هو ده اللي يقدر يديهولي. اما اذا كان مصاب بحاله نفسيه لا تدخل في اطار الماده 61 و62 و63 من قانون العقوبات يعني بتؤثر على قدرته على الادراك والتمييز القاضي يقدر يقول ده عنده مانع من موانع الحكم ما يقدرش. ده لذلك اللي احنا ايه؟ المنظر المتاخر المادي ان احنا ندخل بدائل جديده للعقوبه تدخلها في اطار العمل تدخلها الشغل لان احنا عارفينها زي الكتاب الجزائي اللي تمام وزي الغرامه اليوميه وزي الخدمه للمنفعه العامه بس فعالها يعني خليها ما معروف عندنا الخدمه العامه تمام بس ايه فعالها تمام دخلها خدمه انت عارف زي ما تكون حاجه اشتريت حاجه بس لسه ما جربتهاش لازم بقى ايه تجربها عشان تعرف هي كويسه وفعاله ولا ده بالنسبه لعلم النفس الجنائي والبيولوجي الكريمنال واللي هو بقى ايه علم الايه؟ علم الاجتماع الجنائي وده بيهتم بالايه؟ الظروف الجنائيه ومحيط الايه؟ المجرم. ايه هي العوامل الاقتصاديه؟ العوامل الطبيعيه؟ العوامل التثقيفيه؟ الخطر الذي حصل عليه من التعليم والثقافه؟ اسرته؟ المكان اللي عايش فيه؟ القاره المساله اللي هو عايش فيها كل ده محيط اجتماعي بيهتم به هذا الفرع من فروع العلوم المختلفه. علاقه قانون العقوبات بالعلوم الاخرى احنا بنسال بس ليه علاقته بالعلم الاخرى قانون العقوبات والسياسه الجنائيه والجرائم الجنائيه. حاجات اللي هي قريبه قوي من ايه؟ من دراستنا اللي هو دراسه دبلوم العلوم الجنائيه. قانون العقوبات واحد من الاجرام علاقه بينهم ايه؟ اشكال ايه؟ في علاقه بينهم ولا العلاقه بينهم؟ في علاقه. تمام زي ايه؟ تحديد الدوله تمام كويس اه تمام دور العقاب تتعدد طبيعه الجرائم الجنائيه كويس. قانون العقوبات هو قانون موضوع علم من خلال ايه؟ الموضوع ده أمل لكي يحدد الجرائم بنصوص صريحة وواضحة ومعلومة مستقبلية وبناء عليه طالما أن العقوبة يتعلق بالتدين والعقاب لازم يكون في ضوابط تحكم الجرم. فقانون العقوبات ده بيحتاج لشخصيه الاخطاء صح؟ هذا يجوز لي ان اتوقع عنهم ولا يجوز لي ان انا اتهمهم ولا اذلهم ولا يجوز لي ان انا اعاقبهم على جريمه غير منصوص عليهم. يبقى حمايه قانون العقوبات يحترم مبدا شرعيه الجريمه لا جريمه ولا عقوبه الا قانون العقوبات يحترم مبدا ايه؟ حريات الاطفال والمواطنين تمام؟ طب علم الاجرام يحترم هذه المبادئ يا جماعه؟ لا يحترم. ليه؟ يقول لك ما انا ما عنديش مساس انا كعلم الاجرام ما عنديش مساس انا وانا قانون الاجرام الجنائيه دي يحط لي الضوابط اللي يقارنني ايه؟ يقارن الشرطه والنيابه والمحكمه في مواجهه المواطن. لان انا عندي الميزان مختلف. الدوله اقوى من الايه؟ من الفرد. ففي المشرع دايما زي ما حضرتك في المدني يقول لك ايه؟ الاجرام التعقيديه. يقول لك ايه؟ الطرف الضعيف والطرف القوي. الطرف الضعيف هو مين؟ العام العقد العام ها
تمام؟ دايما بتغير انسان بتضرب انسان دايما عندي ضرب ضعيف وضرب ايه؟ وضرب قوي. فانت شغال في وزاره الحج وزاره الحج ضرب قوي وانت ايه؟ عبد لله فقير. تمام؟ كذلك علاقه الدوله بالمواطن، الدوله قويه بجهاتها وسلطاتها وزاره الداخليه وزاره الحج والمنى يعني. تمام؟ والفرد ترتيب قانون للعقوبات وقانون للنقد الجنائي وحاطين ايه بقى؟ منظومه امشي عليها. لذلك لا النيابه لها في خلل مخالفه قانون النقد الجنائي، المحكمه لقت ان هناك مخالفه قانون النقد الجنائي. يبقى ليه؟ لان ده الفيصل بيني وبينك. ايه ده المساواه اللي بيني بين المواطن وبين الايه؟ الدوله. أنا إذا تخطيت الإشارة حمراء وهي حمراء تخطيت ارتكبت المخالفة، طول ما هي خضراء خلاص من حق عدل. ما تقوليش بقى وإن أنت تستنى شوية على الراجل ما يعرف، لا مش أنت مش قابلت يا خضراء، ده موضوع بقى. تمام؟ علم الإجرام لا يحتمل هذا الكلام. ليه؟ لأن إحنا عرفنا إن المجرم ممكن يكون إيه؟ ارتكب الجريمة وما قبضش عليه وما اتحكمش. وكمان هناك انواع من الانحرافات مش بالضروره تكون جريمه بالمفهوم القانوني القضائي. زي ايه؟ زي وان كان دلوقتي المشرع بيحاول بقدر الامكان كل هذه الحالات يدخلها في اطار قانوني. مثلا كان زمان تعريض الصحيح للخطر ما كانش جريمه. التشاور ما كانش جريمه. ان انت مثلا تتسلح على الطالب اللي سلحته عشان تجاوب. فتسول ده ما كانش جريمه. جه قانون سواء القانون القديم 96 او القانون الجديد 2008 وجه قال لي ان مجرد تعريض الطفل للخطر جريمه يعاقب عليها القانون الجديد والحبس 6 اشهر وغرامه لا تقل عن 2000 ولا تزيد عن 6000 5000. تمام؟ قبل كده بقى كان قال علم الإجرام كان يهتم بهذا الأمر ولا لا؟ كان يهتم بيه ويدرس أسباب الانحراف. وعلى فكرة تعرف طبعا مش لازم إن أنت الآن ترتكب لا، فيكفي إن أنت إيه؟ يكفي إن أنت ما تديهوش المقدار الواجب للتعليم بدون مبرر. يكفي إن أنت ما تخرجش تربي بين أبويك. حلو ان هي بالنهار ضربه بيه في اسرته الطبيعيه ده تعريف مطلق. يكفي ان انت معلش يكون عندك بار وابنك بيطلع من المدرسه كده في البار يسهر معاك وياخد تاخده ويروح تاني يوم يروح المدرسه. والطبيعي ان انت الطفل يتعرف بار او ديسكو تيك او الكلام ده يبقى كده بتعرفه ايه؟ تعريف مطلق. ان انت تدينه وانت ايه؟ تخليه يتساوي ولا لا. بتعرفه ايه؟ الخطا. دي انواع برضه من التعريف. لكن هناك حالات تنفيذية المشارع علم الإجرام بقى يتعرض لها بالدراسة طالما أنها تشكل انحرافا في السلوك السلوك الإجرام. لكن هناك نقطة تكامل ما بين الاثنين قانون العقوبات وعلم الإجرام. الاثنين بيخدموا بعض، الاثنين بيخدموا على بعض. ازاي؟ علم قانون العقوبات بيحدد لي الجرائم على سبيل الحصر وبناء عليه يبني على طبق من فرقه حوالي 95% من الجرائم. وقال لي علم الاجرام الفضل هي الجرائم اللي انت ممكن تبحث في الناس اللي ارتكبوها. فين بقى انت محدد الجرائم ايه؟ التي لم يتم اكتشافها، التي لم يتم معرفتها، وحتى هي بهذا الشكل هي ايه؟ جرائم منصوص عليها في القانون. كل ما هناك ان انا ما حددتش اثبت او ما قدرتش اكتشف. تمام؟ يبقى كده قانون العقوبات بيفيد علم الاجرام ولا لا؟ والعكس ايضا هو علم الاجرام بيعمل المجهود وبيه عن التعب ده كله عشان يتوصل الى نتائج، ياخد هذه النتائج ويوديها لمين؟ لقانون العقوبات والهيئه التي ترسم السياسه الجنائيه للدوله عشان يستفيد منها. سواء كان تعديل لائحة السلوك
او تحريم قانون العقوبات او تقليل الجزاك الجنائي او ان انا اقول للقاضي تختار انهي عقوبه من العقوبات. مش قادر يبقى عنده حبس وغرامه احيانا ويقدر يختار ما بين الحبس وغرامه، واحيانا وفق الماده 55 يجوز لي ان هو يوم تنفيذ العقوبه. انا بساعده بقى في الكرام، اقول له ايه انت تقوم العقوبه، اذا طلب عندي ايه من المواصفات الشخص المتهم، لان هو وقت تنفيذ العقوبه ده يبقى في القاضي صح. لان المشرع قال له اذا رايت في سن او حالته او سلوكه او ماضيه ما يدل على ان الراجل ده لن يعود الى الارتكاب الجريمه مره اخرى، يديله خط تنفيذ. يعني حاجات كلها ايه؟ حاجات ما هيش فعليه. كل ما هو فعلي هو ايه؟ هتقول صحيح انت الحاله الدنيا بتاعتك؟ هو شغال ايه؟ ده طالب محترم، ده راجل بيعمل خلاص طالب، ده راجل ناس صحيح، ده راجل مش عارف هو شغلته مين؟ الان اشوفه هو واقف قدام النقاط شكله مين؟ لا يعرف، مش مهتم، مش فارقة معاه، ولا راجل وكيل لطيف. مش عشان المحامي بتاعك قال له انظروا الى هذا الحمل الوكيل، مع كده ده هو حمل الوكيل. القاضي ليه ايه؟ لازم انا هستخدم، لو هستخدم حقه عضل واحد يخطئ وعضل واحد ست يكون على المكان.
ايه؟ مش دائما، غالبا الهتاف دي في صدر النص. يجي يقول لي كل ما نختار زمان مقتول مملوكي وغير بنية مملوكي يعاقب بالحبس. يبقى احنا جابنا العقوبة ايه؟ في نفس النص. أو ممكن يحلني على الصدر. بس العقوبة دائما منصوص عليها ولا منصوص عليها؟ لأن أنا عارف مبدأ لا جريمة ولا ولا عقوبة في النص. فهو بيجي أحيانا بيكون في نفس الجريمة، فأنت جايب اثنين كقاضي مرتكبين نفس الجريمة. بتبص تلاقي يطلع يقول لك شوف الراجل صابر، عطى واحد ثلاث شهور وعطى واحد سنتين. نفس الجريمة. لأن ده يختلف عن ده وظروف ده تختلف عن ظروف ده، وأنا المشرع أعطاني القدرة إن أنا أعمل كده. هو ده اللي إحنا بنسميه إيه؟ اللي هو التناسبية الجريمة أو اللي بيسموه مبدأ لاميناليزاسيون لتاني، مبدأ تكييف العقوبة. خلي بالك أرتب عليه نتائج مهمة جدا في القانون الفرنسي الأخير، قانون العقوبات. جم قال لك احنا كنا غلطانين، احنا بقالنا أكتر من 100 سنة ولا 65 سنة ماشيين غلط. بنقول المبدأ وماشيين إيه؟ هو خارجين بنص صريح، وإحنا بقى في القانون ما زلنا إيه؟ بنخالف حسن. لما يكون عندي عقوبة لا تراعي المجرم أيا كان نوعه وتطبق على الكل عمياء، يبقى كده تخالف مبدأ التكييف ولا لا؟ تخالف مبدأ اللي هي العقوبات اللي هي منع العقوبات التبعية. هذه ايه؟ التبعية. هذه العقوبات اللي منصوص عليها في قانون العقوبات بتاعت المادة كام؟ مادة كام؟ 25. هذه العقوبات يسموها ايه؟ الفقه الفرنسي يسميها ايه؟ العقوبة الاوتوماتيكية. ستنتج اوتوماتيك، يعني ايه؟ بتطبق لوحدها، مش محتاجة قانون. وبناء عليها هي تطبق ولو لم ايه؟ ناخد لها ولو لم يثبتها في ايه؟ الحكم بتاعها. ليه؟ لان حاجه بنسميها ايه؟ حاجه اوتوماتيكيه مطلوب منها. فجي قال لك ازاي تقول لي مبدا تثبيت العقوبه وانت عندك عقوبات بتطبق ايه؟ اوتوماتيك. يبقى انت كده بتخالف ايه؟ بتخالف مبدا ايه؟ تثبيت العقوبه. وجم قال لي لا، هو جميع العقوبات التبعية أو المنصوص عليها في محكمة القانون والإحكام الفرنسي ده مثلا يكون محل بحث. يعمل حد طول يعمل رسالة دكتوراه ولا ماجستير في موضوع زي ده، هتلاقي بص أساسا القانون هو اللي عايز يقعد قدامك كده عشان يفهم منك. ليه؟ لأن أنت حكيت له حاجة يهم أنا ما أعرفهاش لسه، ما أعلمش بيها، يا إما إن أنت هتقولي بقى إيه هي الأسباب اللي أدت بين المهم المتكلم، إيه هي طبيعة هذه العقوبة، هل هي فعلا تتماشى ولا لا تتماشى مع المادة، واللي أهم كده بقى إن أنت إيه هتقولي عندنا في القانون المصري هل نلغي ولا نلغي بعضها أسباب ونخلي بعضها، لأن ده ممكن يكون حل أيضا. هناك بعض العقوبات زي ايه مثلا؟ زي العزل من الوظيفه. عزل من الوظيفه انت لما تكون راجل واخد حكم في جريمه رشوه خليك في وظيفه تعمل تمام؟ لكن هناك عقوبات ممكن ان هي ايه؟ نسيب يا اما نسيبها للقاضي يوقعها ويوقعهاش زي رقابه الاوتوبيس مثلا اللي هي رقابه الشرطه اللي هي المتاحه اللي احنا بنسميها مراجعه 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 زي المراجعه اللي بنسميها فرنسا طبعا برضه هي العقوبه
خالص قبل ما يحلموا. ومن زمان بعد ما سنوا أكثر من 15 سنة وعلى 18 سنة وعلى 19 سنة هم اللي ابتدعوا تمام؟ وجينا احنا عايزين في القانون النقدي هم اللي عملوا واحنا بقى عايزين نطبق. وطبعا عندنا صعوبات كتير جدا، صعوبات عمليه جدا، ان احنا نطبقه لان ما عندناش الامكانيات. يعني اسم الشرطه ما عادش يتحمل ان انت تروح تبين الناس فيه ويمشي، فبقينا بنعمل ايه؟ يجي يمضي ويمشي. فيعني خلالنا ايه؟ زي نظام السجون المفتوحه كده. هم اتبعوه صراحه. يعني احنا لسه بنسميه وهو ما عادش بقى ايه استخدمنا انواع جديده من المتابعه. مش لازم تكون بيسموها متابعه على ديستانس يعني عن بعد، مش لازم هو يجيب الاسم، يسيب الاسم اللي هو فيه ويسيب النيابه اللي هي فيها، كفايه القرائن وكفايه الناس المتهمين. وهو ده اذا كان يستحق. احنا شايفين ان احنا لازم نحط تحت ايدينا حاجه مهمه جدا على فكره، بس اول الوسائل وممكن اول الجهات الاخرى وممكن يكونوا مدنيين اللي يقوموا بهذه بهذه المهمه. زي ما عملوا في المناسبات الثانيه ان شاء الله بنتكلموا عن الوسائل الحديثه اللي هم بيستخدموها قرار حامل. ده علاقه بالعلوم الاخرى، وده طبعا برضه علاقه بالقانون الاجراءات الجنائيه، بنلاقي ان هو القانون الاجراءات الجنائيه والسياسه الجنائيه للدوله بصفه عامه يجب ان هي تستفيد مما يصل اليه علم التجار من نتائج في ابحاثه وفي دراسته. في حاجات علم الوقايه من التجار من الكلام ده هتبقى اعتراض ان شاء الله. طبعا احنا مره ذلك قلنا هل علم التجار هو علم بمعنى الدقيق ولا لا؟ هل هو علم بمعنى؟ هل علم التجار هو علم نص الكتاب؟ ليه لا؟ لانه يجب على هو البعض قال لك انه ليس علما. ليس علما بالمعنى الدقيق. علوم بالذات ويستخدم
يبقى هو علم قائم بايه؟ قائم بذاته ومستقبله. عندكم بقى اعتراف انكار يعني اللي هو ايه؟ علم الادراك وعلم الكشف الفني للمكونين. ممكن يضغط عليك ياخد منك كلام ايه؟
الباسورد بتاعها، تمام؟ فلو الاثنين ممكن نتغلب عليهم، فهم عاملين حاجتين اللي هي ايه؟ رقم اه على التقسيم دي رقم ايه؟ رقم ايه؟ التليفون عندي لازم يكون رقم التليفون عندي في البنك اللي انا هبعتك عليه. فتقوم انت في محل تشتري يجي لك رساله على التليفون يقول لك ايه؟ وانت واقف كارفور عايز يخصم منك 500 جنيه. يخصم ولا ما يخصمش؟ تقول له يخصم، يقول لك طب تخلي الكود اللي انا لسه هحكي لك. ويجي بعد كده الكود تاني غير الكود وايه وتدخله عشان ايه؟ يقدر يتحقق من شخصيته عشان الكود اللي مع عادة المحاضرة الناس اللي بتعمل قارئة هو اللي بتقرأ في المدرسة. الحين تقريبا مع بعض نص أو خمسة دقائق. يعني خمسة دقائق. نعم. أنا سأقوم بحضر الساعة 6. ده علم الكشف عن ايه؟ عن الكلمة. ده حاجة ولا ايه؟ علم اللي هو حاجة تانية خالص. هو طبعا مش مقرر اكرامه بس انا هحكيلك اربع حاجات في الكلمة. علم الاجرام والكشف الفني عن الكريم احترام. علم الاجرام وعلم المقايض عن الاجرام ورقم. علم الاجرام وعلم الجناح الجنائي ورقم. Thank you.